السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي برشلونة يوم الخميس بإذن الله تعالى 4/1/2024 أمام نادي لاس بالماس، مباراة في الجولة 19 من الدوري الأسباني. لاس بالماس المواجهة برشلونة الساعة 10:30 مساء يوم الخميس، 10:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة معادها الساعة 11:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معادها الساعة 9:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 8:30 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا، والساعة 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات سلطنة عمان. القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش جي 1 الأولى، والمعلق المتألق عصام الشوالي. ملعب المباراة ملعب دي جران كاناريا اللي هو ملعب لاس بالماس، يعني الجولة 19 من الدوري الاسباني. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.